استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي أفراد المنتخب الوطني للكريكت الفائز بلقب كأس بطولة التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة العالم أستراليا 2022. وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن فوز منتخب الكريكت بكأس التصفيات الأسيوية جاء من خلال ما قدمه لاعبو المنتخب من أداء رجولي وتركيز كبير منحته نتيجة الانتصار ومعانقة الذهب في هذه المشاركة القارية، معتبرا سموه أن هذا الإنجاز سيكون انطلاقة مميزة للمنتخب لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في المشاركات القادمة. وثمن سموه الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة اتحاد الكريكت برئاسة سعادة السيد حاتم عباس داداباي، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تهيئة المنتخب بالصورة التي نجح من خلالها لتحقيق هذا الإنجاز، مهنئا سموه رئيس وأعضاء الاتحاد وأفراد المنتخب بهذه النتيجة المشرفة.